تم ضبط معمل يقوم بشكل عشوائي بتعبئة وتفريغ المواد الغذائية الهيل والقهوة والزعفران دون اتخاذ أدنى الاشتراطات اللازمة، في تلاعب بالوزن بكل الكميات تقريبا، نقص طبعا بالوزن، كذلك فيه يعني تعدي على العلامات التجارية الأخرى بشراء منتجات ذات اسم تجاري وعلامة تجارية وتفريغ محتواها بعلب خاصة بالمنشأة هذه نفسها وتسويقها على أساس أنه منتج خاص بهم. طبعا إضافة إلى سوء التخزين وجود بعض القوارض والحشرات تم الاطلاع عليها قبل شوي ووثقناها برضو، ملاحظات كثيرة، وجود عديد من الاستيكرات وأختام لتواريخ الصلاحية. المكان حقيقة مليء بالمخالفات، الزملاء الآن يعدون المحاضرة اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق وسماع الأقوال وضبط واستدلال قضية مخالفة نظام الغش التجاري وكذلك نظام البيانات التجارية بالإضافة لنظام الصناعي الموحد.